جدا حدا غير بدو ده الرجل تيقول لك ولدها تهير تصبو بحل نشا فهي بالدص يا فينا وزارة الصحة ماشي شغلك سيد رئيس ماشي شغلك ماشي شغلك هذه الفوضى انا الحكومة هذه الحكومة السيد الرئيس ماشي شغلك خلوني نتكلم ولا لا تفضل عليك ولا كان شي وزير عنده شي شي ارجوك ارجوك من الملك وما نخرجش في النقاش الثنائي الله يخليك الوكيل الملك قدر على خطك لا مكثر وقت خدم الوكيل لا توجد اي وثيقه الا كانت حاجه سير عند الوكيل الملك سير سيدي خدم الوكيل الملك سير سيدي خدم كأنه في المغرب ما عندناش هذه الظاهرة نهائيا ديال الاستغلال الجنسي للأطفال، المغاربة لا يقومون أبدا بالاستغلال الجنسي، سمحوا لي الله يخليكم، سمحوا لي كل البرلمان غنبداو نجيو رفعوا الصوت والسب والشتم والكلام بدون مسؤولية، يعني هذه الطريقة ديال الديمقراطية راه ما كاينة في حتى شي بلاد. شوف الله يخليك بغيتي تخرج خرج ولكن اجلس. شكرا السيد الوزير المحترم على الإيضاحات اللي هي من طبيعة الحال هي مغلوطة بجميع المقاييس.